في عالم السياسة الصراحة والمباشرة والوضوح تعتبر من نقاط الضعف في أي سياسي، وأي سياسي يكون فعلا آمين وصادق لدرجة التعبير بكل أفكاره المستقبلية هو غالبا سياسي ايديالستيك مش هينفع يكمل. أولا لأنه مش هيلاقي حلفاء يرضوا يتعاونوا معاه، وثانيا لأنه عاجلا أو آجلا الصحافة والإعلام وأعداؤه هينصبوا له الفخاخ اللي هيقع فيها بمنتهى السهولة. عشان كده أي حد بيشتغل في عالم السياسة عارف إن مفيش مشكلة إن أنت يكون عندك أهداف سامية، لكنك عشان تنفذها مينفعش تكون واضح قوي ولا صريح جدا. مش كده وبس، كمان بيبقى من السهل إنك توصل لأهدافك أسرع، لأنك لما ما تقولش كل حاجة في مخك وما تقولش على العيوب اللي عندك تقدر تتلاعب بالجمهور أسهل. لأن الجمهور اللي ما بيشتغلش في عالم السياسة ما بيبقاش عارف التفاصيل الخفية بتاعت الكلام اللي بيتقال. ده غير إن أنت لما خطابك يركز في جزء صغير على الأهداف، إنما في جزء أكبر على المشاعر والطموحات تقدر تداعب مشاعر الناس، والناس بتتساء بمشاعرها أكتر بكتير من أفكارها. فلما تغلف فكرتك بمنظور قومي أو وطني أو ديني وأخلاقي، الناس هتنجذب لك أكتر بكتير من مجرد إن أفكارك أو طرحك يكون براجماتي أو عملي. ده غير إن جمهورك هو جمهور الفكرة أو الأيديولوجي اللي أنت بتسوقها. أنت بس بيطلب منك إنك تدوس أو تلمس الأوتار المناسبة عشان كل الناس أذانهم وأرواحهم تروح معاك. ده غير طبعا إن في عالم السياسة في عبارة مشهورة، وهي اللي تغلبه العبه أو الغاية تبرر الوسيلة. عشان كده دايما هنلاقي في عالم السياسة الساسة لا يتورعوا عن الكذب والتدليس حتى بوجه مكشوف، ولما يكشف كذبهم بيحوروا الكلام ويبرروا كذبهم إنه في سبيل غايات أسمى. ولعل الكلام ده نقدر نشوفه في تطبيق عملي في الانتخابات على منصب حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية، والانتخابات دي هتتم في 2 نوفمبر القادم. في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ولاية فيرجينيا ما بين جو بايدن ودونالد ترامب في نوفمبر 2020، جو بايدن حقق النصر بنسبة أكتر من 10% زيادة عن دونالد ترامب. عشان كده مراقبين كتير اعتبروا أن خلاص الولاية دي أجواءها وميولها بقت ديمقراطية بدرجة كبيرة، لكن الحقيقة أمريكا من رئاسة دونالد ترامب ومن قبليه ومن بعديه وهي في نوع من التشنج الفكري والثقافي والأيديولوجي كبيرة. الصحافة ووسائل الإعلام بقوا متحزبين بطريقة كبيرة، وبقى نادر أنك تلاقي وسيلة إعلام بتناقش أي موضوع بحيادية أو موضوعية. دايما الهوى السياسي بيصبغ شكل كل حاجة، ولعل الناس اللي بيتفرجوا على CNN هيلاقوا دايما ميولها وآراء مقدمي البرامج فيها خلاص ما بقتش زي زمان من 8 أو 10 سنين لما كانت بتحاول تجتذب الجمهور من الديمقراطيين ومن الجمهوريين. ما كانتش بتعتبر نفسها منصة الديمقراطيين زي منصات تانية زي CNBC وغيرها، كانت بتحاول تبان متوازنة في تغطياتها. لكن نتيجة التحزب القوي اللي بقى في الولايات المتحدة الأمريكية، CNN لقت نفسها يا تروح يمين يا تروح شمال. طبعا الشمال هنا اللي هو الحزب الديمقراطي مش اليسار المطلق يعني. CNN اختارت انها تروح هناك تحت ضغط ووطئة هجوم شخصية زي دونالد ترامب ما كانش بيقبل الحياد، يا معايا يا ضدي. فاللي هيتفرج مثلا على CNN في منطقتنا العربية في آخر 5-6 سنين هيلاقي ان خطابهم بقى مش بس ضد ترامب، بل كمان ضد الحزب الجمهوري بأفكاره وممثليه. والموضوع ده طبعا زاد في 2020 لما دونالد ترامب بدأ يروج لنظرية المؤامرة بتاعت ان هيتسرق منه الانتخابات، وان ناس جوا الحكومة الديب ستيت عاوزين يخطفوا منه الرئاسة. فده دفع وسائل اعلام كتير انهم خلاص يتحزبوا فكريا ضد الحزب الجمهوري وكله ما يمثله، خصوصا لما حصلت لهم الصدمة الكبيرة
إن أنصار ترامب ما بقوش نسبة صغيرة من الحزب الجمهوري، بل بقوا الغالبية العظمى. والدليل على كده إن بعد ما ظهرت النتيجة وتم إعلان جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 80% من أعضاء الحزب الجمهوري كانوا مصدقين دونالد ترامب في موضوع تزوير الانتخابات. النسبة دي كبيرة جدا وأكبر كتير من قادة وكوادر الحزب اللي هو الحزب الجمهوري اللي ما كانوش طبعا مصدقين دونالد ترامب، أجبر إنهم يا يسكتوا يا ياخدوا صف المصوتين الجمهوريين. والموضوع تفاقم بدعوة ترامب الأنصار إنهم يعترضوا على نتيجة الانتخابات. وكانت الذروة طبعا في مظاهرات المتمردين أو الغوغائيين في 6 يناير. والغوغائيين أو الموب دي التسمية بتاعت الإعلام الأمريكي، بالذات طبعا المنصات الموالية للديمقراطيين. من بعد 6 يناير والقادة والكوادر في الحزب الجمهوري بقى وضعهم صعب. الكوادر اللي ما كانوش مع دونالد ترامب 100% كان بيتم شيطنتهم أو إقصائهم. ولعل أشهرهم ليز تشيني بنت ديك تشيني نائب جورج بوش الابن، اللي هو يعني من صقور الحزب الجمهوري المشاهير. وليز دي كانت من حلفاء ترامب، لكنها طلعت ضده وهجمته ساعة لما قال إن الانتخابات مزورة وإن الرئاسة اتسرقت منه. تم شيطنة ليز تشيني وطردها من مناصبها القيادية في الحزب، بل ومن لجان الحزب الجمهوري في المجالس التشريعية. حاليا المجتمع الأمريكي مقسم، مش بس جمهوريين وديمقراطيين. في نسبة من الجمهوريين اللي مش عاجبهم دونالد ترامب، لكنهم مش عاوزين يروحوا الحزب الديمقراطي عشان تجرؤ المكون التقدمي في الحزب الديمقراطي اللي عاوز يدفع بأفكاره التقدمية بقوة وسرعة. مقتل جورج فلويد والمظاهرات الضخمة اللي حصلت في 2020 أثرت في شكل الجدال الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت حافز ومبرر ضخم للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. وزي ما كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت، بدأ يبقى فيه كلام عن إعادة تناول تاريخ الشخصيات المهمة والمؤثرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وصولا للآباء المؤسسين. وتم استهداف الشخصيات اللي ليهم تاريخ مشين من وجهة النظر في عصرنا الحالي، زي إنهم مثلا كان عندهم عبيد أو بيعملوا ناس من أصول أفريقية بطريقة وحشية أو كان ليهم خطاب عنصري. الشخصيات التاريخية دي يتم مهاجمة سيارهم وشيل التماثيل بتاعتهم من الميادين والمتاحف. لكن الشيء بقى اللي عمل انقسام ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هو توجه بعض الهيئات التدريسية في المراحل التعليمية المختلفة لإعادة النظر في تاريخ الولايات المتحدة وطريقة تدريسه، بطريقة يتم فيها إدانة المؤسسة الأمريكية والحضارة الأمريكية اللي خلت الجمهور أو المينستريم في أمريكا مضطهد للسود ومضطهد للأقلية. وده عمل بقى ردود أفعال ضخمة في أمريكا على مستوى أولياء الأمور، اللي هو بقى يقولوا لك يعني أنت عاوز تقول لابني أنه يكون أبيض من أصول أوروبية يبقى مذنب؟ وده طبعا عشان أجداده هم اللي عملوا المؤسسة الأمريكية اللي اتبنت عليها أمريكا والقيم الأمريكية اللي احنا بنعتبرها قيم عظيمة. انتوا دلوقتي بقى جايين تقولوا عليها قيم عنصرية؟ عاوزين احنا وولادنا نحس بالذنب طول الوقت وفي حالة اعتذار دائم على اللي آبائنا وجدودنا عملوه؟ ففي حالة من الزمجرة والتمرد والغيظ، خصوصا وان الموضوع ده كان بدأ تنفيذه من فترة في ولايات مختلفة، زي مثلا في ولاية فيرجينيا بيتم تدريس نصوص بتتناول فترة استعباد الأفارقة الأمريكان. ولعل في رواية عملت هيزة ضخمة اليومين اللي فاتوا. الرواية اسمها Beloved لتوني موريسون، ودي كاتبة أمريكية سوداء شهيرة حصلت على جائزة نوبل سنة 1993. الرواية دي بتتكلم عن سيدة أفريقية مستعبدة بيتم اغتصابها من سيدها الأبيض وبتحمل منه، لكن بعد ما تخلف بتقتل بنتها عشان ما تعيش نفس الحياة، حياة العبودية اللي هي اتقهرت فيها. رواية طبعا فيها مشاهد عنيفة، لكنها بتأرخ وبترسخ لفكرة ذنب ومسؤولية الأمريكان اللي أصولهم أوروبية عن اضطهاد وتعذيب الأمريكان اللي من أصول أفريقية. أولياء أمور كتير بدأوا يتمردوا ويقول لك أنا ليه أولادي يتعرضوا لرواية عنيفة زي دي؟ وأنتم ليه عاوزين دايما ترسخوا إن كل الأوروبيين مذنبين؟
للتأكيد على الموضوع ده طول الوقت. اليمينيين في الحزب الجمهوري دخلوا على الخط وقال لك دي جزء من نظرية بيطلق عليها الكريتيكال ريس ثيوري، ودي نظرية اجتماعية تاريخية كانت بتدرس في السبعينيات في الأكاديميات الأمريكية وفي الكليات. كان فعلا بيتم مناقشة الموضوع ده، وكان في أساتذة من أصول أفريقية بيتكلموا فيها، لكنهم ما طلبوش أنه يتفرض في المدارس، كان مجرد مناقشة. هل فعلا القيم المؤسسة للولايات المتحدة من البداية هي قيم عنصرية وهي اللي أدت لاضطهاد السود والأقليات طوال تاريخ الولايات المتحدة؟ اليمينيين الجمهوريين بيقول لك انتم بقى عاوزين تفرضوا النظرية دي اللي هي الكريتيكال ريس ثيوري على تعليم ولادنا، ودي بقى اضطهاد وعنصرية عكسية، انتم كده بتضطهدوني عشان انا ابيض وعايزيني دايما في حالة تأنيب ضمير، وانا مش عايز كده ومش من حقك اصلا ان انت تقهرني ولا تعيشني في الشعور ده. زود على كده طبعا ان من ساعة ما بايدن جه وبقى في ضغط كبير على المؤسسات الامريكية المختلفة لفرض التطعيم عشان امريكا تخلص من وباء الكورونا، فكتير من الحكومات الديمقراطية في الولايات المختلفة بقوا بالفعل يفرضوا التطعيم، يا تطعم يا متشتغلش، يا تطعم يا متخشش المكان ده. أتباع ترامب من الجمهوريين صحيح ما بقوش قادرين يطلعوا دلوقتي بعد مئات الألاف من وفيات الكورونا، مش قادرين يقولوا إن التطعيم أي كلام ولا إن الناس ما تاخدوش، لكنهم بقى مسكين في إيه؟ في ناحية الحرية الفردية، إن أنت ما تقهرنيش إن ناخد التطعيم غصب عني وإلا تعاقبني. طب يا جماعة الناس اللي بتموت، يقولك دي مش مسؤوليتي. فالموضوعين بقى مع بعض خلوا ناس كتير جوه الولاية اللي هي ولاية فيرجينيا عندهم نوع من التذمر والضيق من سياسات الإدارات الديمقراطية، سواء بقى حكومة جو بايدن الفيدرالية أو حكومة الولاية الديمقراطية. مين بقى قاعد بتفرج الحاجات دي كلها؟ طبعا الحزب الجمهوري وقياداته، وفي انتخابات جاية، فطبعا طلع ناس كتير كانديدتس مرشحين، بعضهم من أنصار ترامب أرقهم معاه، وبعضهم من المؤسسة التقليدية. وما بين المرشحين اللي من المؤسسة التقليدية دي طالع واحد اسمه جلين يانكن من عيلة غنية محافظة، جمهوري تقليدي خالص. هو وعيلته كانوا بيتبرعوا الحملات واحدة زي سوزان كولينز السيناتور الجمهورية المعتدلة، أو ميت رومني السيناتور المرشح الجمهوري السابق، يعني بيدعموا ساسة جمهوريين تقليديين مينستريم خالص، لا ليهم في ترامب ولا تطرفه وجنونه. وجلين يانكن ده واحد متعلم في جامعة كويسة، وكان بيشتغل في بيزنس خاص، مليونير، عنده عيلته مزرعة كبيرة وبيربي خيول، عيشة رجل أعمال جمهوري تقليدي. يانكن دخل الانتخابات التمهيدية في حزبه ونجح فيها، وبقى هو مرشح الحزب في انتخابات حاكم الولاية. يمكن سريعا لقط ميول الناس اللي بيكونوا قاعدة الحزب الجمهوري، وهو لقى انه خلاص بقوا مشبعين بالخطاب والميول الترامبية، خصوصا التمرد على المؤسسات التقليدية. فيمكن بسرعة غير جلده وبدأ يستخدم خطابات شبيهة بخطابات ترامب، لكن من غير ما يدعم ترامب ولا يقول انا تبعه، يعني بيحاول أولا يكسب الجمهوريين أتباع ترامب بخطاب مشابه لترامب، وفي نفس الوقت يجتذب الناس اللي في النص اللي هي لا تبع الحزب الديمقراطي ولا تبع الجمهوري، بخطاب بيتناول النقط اللي هما متضايقين منها، واللي هما زي ما قلنا فرض التاريخ البديل أو المعدل للولايات المتحدة الأمريكية، وإجبار الناس على التطعيم وإلا يتقطع أكل عيشهم. قصاد يمكن في الانتخابات داخل سياسي من الحزب الديمقراطي كان حاكم الولاية قبل كده، وكان حقق في فترة ولايته نجاحات. في الاستطاعات الرأي الأولية كان المرشح الديمقراطي متقدم بنسبة كبيرة، لكن بفضل خطاب يانكن الحماسي الناس بدأت تروح له أكتر وأكتر، وفي آخر استطلاع رأي قبل الانتخابات اللي هتتم 2 نوفمبر يانكن بقى هو المتقدم. ده طبعا عمل صدمة كبيرة للديمقراطيين اللي كانوا معتبرين الولاية دي خلاص بتاعتهم. الشاب ده اللي ظهر من كام شهر وملوش أي تاريخ سياسي في ولاية أصلا ما تحبش ترامب، إزاي واكل مع الناس كده؟
طلع كوادر الديمقراطيين وقعد يقولوا الراجل ده ترامب متخفي وبيضحك عليكم، ما تنتخبهوش، ده سياسي ديماجوجي مش أكتر. الناخبين الجمهوريين وأنصار ترامب عندا في الديمقراطيين طلعوا له هو فعلا ترامب متخفي، هو بيتكلم في نفس النقط اللي ترامب بيتكلم فيها، واحنا مقدرين انه ما بيقولش ان انا تبع ترامب ولا بحب ترامب خوفا من هجوم الاعلام، لكن احنا مسامحينه على كده وهننتخب. اما الناس بقى اللي في النص اللي ما بيحبوش ترامب وفي نفس الوقت مستفزهم الاجراءات بتاعت الحكومات الديمقراطيه، فقرروا يدوا يانكن فرصه. بيقولوا لك هو ما قالش ان هو تبع ترامب ولا عمره شكر فيه، بالعكس لما تسأل في وسائل الإعلام أنت معتبر أن بايدن هو اللي فاز في الانتخابات وأن هو الرئيس؟ قال أيوه. فخلاص ننتخبه عشان نوقف المد بتاع التقدميين اللي في الحزب الديمقراطي اللي عاوزين يغيروا شكل أمريكا للأبد. فيمكن عمال يكسب الجمهوريين بتوع ترامب والجمهوريين اللي مش بتوع ترامب، بل وأنصار الحزب الديمقراطي اللي مش عاجبهم الجناح التقدمي في الحزب. خلونا نختم الحلقة بنقاش سريع. أنت كسياسي أو مصلح اجتماعي لما تيجي عاوز تغير في أي مجتمع بأفكار تقدمية، ما ينفعش أنك تيجي وعايز تمسح كل تاريخ وتقاليد الشعب اللي أنت فيه ده بأستيكة. حتى لو أنت شايف أن آرائك هي الصح وأن تقاليد المجتمع والحاجات اللي ماشي عليها هي الغلط، لازم يكون في تحضير ولازم يكون في نوع من التقبل عند الناس. إنما أنك تحشر أراءك في زور الناس وتنزل لهم نظريات وأفكار زي الجمهوريين ما بيقولوا، بتحسس الناس دايما بتأنيب الضمير وإن هم أشرار في سردية التاريخ، مفيش حد هيقبل بكده أبدا. صحيح لازم خطابك يرفع من قدر الفئات المظلومة، لكن في نفس الوقت الطرف الآخر أغلبية أو غيره مينفعش يحسوا إن هم المجرمين الوحشين. صحيح لازم تفرض قوانين عشان تمنع انتشار الوباء، لكن الخطاب بتاعك برضو ما يكونش محتكر أو إقصائي للناس اللي ما خدتوش. ما ينفعش تقول لهم مثلا انتوا متخلفين أو أشرار بتعرضوا حياة الناس التانيين للخطر. هم فعلا بيعملوا كده، لكن خطابك كسياسي لازم يكون احتوائي أكتر، تعمل حوافز، والخطاب والطريقة اللي يتم عرض الموضوع بيها ما يكونش فيها تقليل منهم ومن ذكائهم ومن مخاوفهم. ممكن مثلا تجيب ناس حقيقية أخذت التطعيم وتوريهم إزاي حياة الناس اللي خدت التطعيم دي ماشية كويس، أو تشوف أي طرق تانية تقنعهم بيها. بس ده كل اللي عندي النهاردة، أتمنى إن الحلقة كانت مفيدة وممتعة. طبعا يكون لطيف لو قمتم بمشاركتها لو عجبتكم، وياريت تكتبوا أراءكم في التعليقات على اليوتيوب على الفيسبوك. شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.